عبر الهاتف معنا السيدة سميرة الحدوشي. مرحبا بك لالا سميرة. مرحبا بك وبارك الله فيك لنادية. كي دايره لاباس عليك؟ صباح الخير للمستمعين الكرام وبالاستوديو أربعة كلهم، بارك الله. ما يطولين عمرك لالا سميرة. إذا لالا سميرة اليوم غادي نتكلموا على اللباس المغربي. اللباس المغربي، نعم أنا معك. إن شاء الله أنا بغيت نفتتح هذا الموسم الجديد معك نادية. نعم. بقضية مهمة جدا. هي كاين هنا شويش ديال الركود، ونقدروا نقولوا استقرار في اللباس. من كنقول لباس ماشي كنقول المغربي التقليدي، التقليدي والعصري بيان سور. بصفة عامة كنتكلم على نمط واحد، هاد استقرار على نمط واحد، وهاد النمط هو اللي جاني فكر وغادي نسال بعض التساؤلات. التساؤلات هما اللي يمكن لي، يمكن بغيت المستمع انه يدخل معايا في التساؤلات ويطرح حتى هو عليا الافكار ديالو، يمكننا باش نزيدو قدام في هذا الركود. لان علاش هذا الركود كاين؟ كنمشيو مثلا البلدان اخرى اللي فيها لا كرياسيون، لا كرياتيفيتي، علاش ما كنصيبوش كاين الابداع؟ ما كنلقاوش هذا الركود هذا. باركونت عندنا حنايا هنايا علاش كنلقاو الركود؟ ما كنلقاش الابداع. ملي كنشوف لي ماغاز، في لي ماغازا او لا غير لي ماغازين، ملي كنفيتي لي ماغازين ما كاينش. ان كاين لو كوبي كولي، كاين الى شي حاجه تغيرات شي حاجه قليله، ولكن ما كاينش، ما كنلقاوش. اذا انت لا كتقصدي لاله سميره اللباس التقليدي واللباس العصري كذلك؟ كذلك نمشيو حاجه بحاجه. اذا نقبطوا اللباس التقليدي، شنو هو الركود اللي كتشوفيه مازال فيه؟ شو لما نقولكش انا حاجه بوحده، لان اللباس العصري او التقليدي بالنسبه ليا واحد. لان منين كنمشيو للباس التقليدي ناديه، ملي كنمشيو نشوف كنشوفوا اخر صيحات الموضه اللي كاينه، اخر صيحات الموضه كنجيبوها بيان سور من البلاد الاخرى، مثلا من 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 الدول اللي هي سابقه في الموضه، كنجيبوا لي طوندونس من تما وكنطبقوه على اللباس التقليدي. كذلك اللباس العصري كنجيبوا اخر، كنشوفوا اخر طيحات الموضه اللي كاين في البيرو دو طوندون، اللي كاين في البلاد المجاوره مثلا بحال اسبانيا او فرنسا او ايطاليا، وكنطبقوه عندنا وكنعملوا وكنخدموا به في اللباس العصري. يعني بالنسبه للباس التقليدي والعصري سي لا ميم شو. واخا القفطان هو مغربي 100% لدى سميره، ولو ان القفطان المغربي كياخذ هو على كنخدموا على اخر طيحات الموضه. ملي كتقول انا شنو يعني في الفصاله ديال القفطان المغربي؟ نعم. في الفصالات لي زانكريستاسيون، في اللون، في القماش، القماش كيفاش عامل القماش، كيفاش شنو اخر طيحه الموضه في القماش، اخر مستجدات ديال الموضه في لي زانكريستاسيون، يعني نبات ولا في الطرزه ولا في العقل، كلشي كنجيبوه من برا. ما كنحاولش حنايا، ما كايناش عندنا لا كرياتيفيتي، علاش كنمشيو نجيبوها من برا وما كايناش لا كرياتيفيتي؟ اذا شكون اللي عليه العبء ديال انه هو ما كيجيبش الابداع؟ واش الخياط التقليدي ولا هذا هو الاسئله اللي بغيت انا كنطرحه لالا سميره. كنقول علاش الاستقرار كيخيم في هذا اللباس المغربي؟ السؤال الثاني علاش شنو هما الاجراءات اللي اتخذها المسؤول الفني، يعني كحنا كمصممين، والتقني على 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 هذا القطاع، هذا عن القطاع. نعم. شنو هي الاجراءات اللي اتخذها المسؤول الفني والتقني عن القطاع؟ السؤال الثالث واش استيراد الافكار والحلول راهين على النظريات الاخرى؟ ضروري من النظريات الاخرى عاد نعملوا حنايا الافكار والحلول وكل شيء. يعني علاش؟ هادو هما ثلاث تساؤلات اللي بغيت مكرهتش لي زوديتور انهم يتجاوبوا معنا ونشوفوا معاهم في هاد. اذا شكون من المسؤول على عدم الابداع في اللباس ديالنا التقليدي؟ الوغ هنايا فاش قلت لك واش انت كمصممه يعني وحده اللي كتهتمي بهذا المجال هذا اكثر، شكون اللي يعني مسؤول انه ما دخلش ديك اللمسه ديال الابداع للقفطان المغربي او الجلابه المغربيه الى غير ذلك؟ انا من كنقول الاستقرار اللي كاين، يعني الى جا واحد ولا جوج ولا ثلاثه اللي غادي يبداو، ماشي كافي، ماشي كافي انه باش يخدم، راه خص الناس كلشي تخدم، خص تكون يد واحده بان نخدموا. يعني كاين مجموعه ديال القطاعات اللي خصهم يشتغلوا يد في يد، لان الفنيين والتقنيين، يعني ماشي غير الفنيين بوحديتهم انهم يخدموا والتقنيين ما تخدمش، او لا التقنيين يخدموا والفنيين ما يخدموش. نعم. تكون واحد المجموعه وعامله يد في يد باش يخدموا هذا الابداع هذا. ملي كنشوفوا ركود في من ناحيه لا كرياتيفيتي، يعني القفطان او لا الجلابه او لا القوامج والسراول ولي مونطو اكسيتيرا، الا ما جبناش موديل من برا ما نخدموش، واخا كيتسمى قفطان.
حيت واخا ولينا شفنا حتى اللباس التقليدي لاله سميره في ديالنا دخلت عليه بزاف ديال التغييرات، يعني ما بقاش ذاك اللباس اللي هو تقليدي 100%، يعني سواء في البصاله سواء في الطريقه ديال الخياطه، يعني مجموعه ديال الامور. هذا احنا حاولنا ان من عام 2000 نعم. وانا كنت باغني هاد الناس هادو من سنه 2000 وحنايا كنجاهدوا بان باش نخرجوا القفطان العالميه. نعم. ايفيكتيفمون هو خرج الحمد لله دابا راه عنده واحد الصيت كبير. نعم صيت كبير، ولكن انا باقي لحد الان كنقول باقي ما خرجش الا العالميه، باقي ما شبعتيش داك ديك ال باقي ما كاينش. يمكن غتبعوني اكثر لان ما كاينش واحد الاشباع بصح العالميه. لان مين كتشوفوش حاضر في اي ديفيلي اللي كاين في العالم، يعني باقي ما خرجش العالميه. نعم. يعني كاين ناس وعنده صيت، وان القفطان المغربي معروف، وانه كدار كنعملوا عروض في جميع الدول العالميه، شرقا جنوبا غربا، يعني فيما بغيتي تقول نقولوا عملنا الديفيلي ديال القفطان وبينا القفطان وعطينا له ذاك القوه ديالو، عطينا له ذاك اللمسه ديالو، انه خرجناه من العادي القفطان التقليدي النورمال الى يعني حتى هو كيتبع اخر صيحات الموضه، ولكن باقي ما خرجش 100% للعالم. شنو الطموح ديالك لاله سميره لهذا اللباس التقليدي المغربي؟ كنشوفك يعني عندك واحد الغيره، عندك واحد الغيره على القفطان وعلى اللباس التقليدي المغربي. انا سي نورمال، انا مغربيه وغادي نغير على ان ثقافتنا. حنا يعني كتقول ثقافتنا كتقول اللباس، كتقول الاكل، كتقول الزربيه، كتقول شي حاجه بحال هكا، يعني ثقافتنا مغربيه. من باطني الثقافه المغربيه هذا القفطان المغربي. لماذا حنايا ما نكونوش حتى حنايا بحال ذوك الاسماء العالميه اللي يمكن لهم هما ياخذوهم كمثال، يعني مثال حنايا حنا ما يكونش عندنا كما يعني كنشوف. اسمح لي نحدد الكلام ديالي 100%. كنشوف القفطان المغربي كيعملوه في الكاتواغ العالمي، ولكن باسم اخر ماشي باسم مغربي، اسم مصممين اخرين. لماذا؟ انا غيره كتجيني غيره كتجيني كنشوف كيتسمى قفطان وكتسمى الزواقه ديال اكس واكغاك بلا ما نقول الاسماء، انا عارفاهم مزيان، ديال اكس واكغاك، وهي 100% مغربيه، مليون في المية مغربية. وهذا الدور ديالكم اللي سميرة حتى انتم، الدور ديالكم في الحقيقة ديال التقنيين أكثر من الفنيين. الفنيين كيبدعوا، ولكن التقنيين كيأرخوا وكيقادوا وكيفاوضوا. شنو هي آخر صيحة في القفطان المغربي؟ ألوغ أنا آخر صيحة في القفطان المغربي، يعني إحنا كنتبعوا دائما آخر صيحات الموضة العالمية. هو اللي تكلمت عليه، ولي بيغو دو توندونس. ألوغ لي بيغو دو توندونس هاد السنة هادي، يلاه جيت من ديال إيطاليا، يعني كان لو فاشن ويك. هاد لو فاشن ويك كيحط آخر صيحات الموضة، وحنا كنقتبسوا منه آخر صيحات الموضة العالمية وكنحطوها على القفطان بحال كيحطوها على يعني المصممين الآخرين كيحطوها على القميجة والسروال ولي مونتو، سي لا ميم شوز. ألوغ لي بازمون ما بقاش بزاف. نعم. لي مونش توجور لي مونش بحال لي مونش طيور، يعني لي مونش ضيقين ماشي لي مونش واسعين. ما بقاش ذاك القفطان اللي الكمام عنده عراض. لا القفطان الكمام عراض رجع في لي تخوا كار مثلا. إلا كان لا مونش تخوا كار ممكن أن تكون الكمام العراضين. نعم. ولكن إلا كانت لا مونش لونغ لا، سي لا مونش طيب. نعم. من ناحية ديال لي ديكولتي هاد السنة كاين بزاف ديال لي كول، كاين لو كاري خرج حتى هو، لو كول تخابي حتى هو كاين وموجود وكيمكن له يتعمل في القفطان المغربي. يعني جميع لي كول هاد السنة تقريبا لي باطو كلشي كاينين في آخر صيحات الموضة. وهاد السنة حتى في القفطان نورمالمون غادي يكونوا في لي كوليكسيون الجايين، غادي يكونوا هاد لي كول هادو. كاين لا ترونسبارونس بمعنى تول كيكون ترونسبارون، كتكون لا دونتيل راجعة بقوة لا دونتيل، لأن كانت واحد الوقت ما بقاش لا دونتيل، ودابا حنا كاين واحد الرجوع ديال لا دونتيل. كانت رجعت السنة اللي فاتت، هذه سنتين رجعت غير باتشورك، يعني غير ستون انتريستاسيون اللي كتعمل على القفطان او على اللباس بصفه عامه، ولكن هذه السنه هذه راجعه على دونتيل اكثر حضور وبقوه. كاين عاوتاني كاين لي بايات،
يعني كان الحجر واحد الوقت هذه حنايا واحد 4 سنوات 5 سنوات زوج كنلقاو داك الحجر الكبير الغليظ اللي كيبرق بزاف اكسيتيرا. دابا لا رجعنا للاوباك هاد السنتين اللي فاتت السنه اللي فاتت بالخصوص كان بكثره من هاد السنه كاين لي بايات لي بايات صغارين يعني لي بايات هما الموزون الموزون الصغير الموزون الكبير الكاري الغول اوفال تريونغل يعني رجعت تادي بيان سور كاينه موجوده هاد السنه بالخصوص في الكاتوك العالمي بكثره. طيب أستاذة سميرة حدوشي نكتفي بهذا القدر لنهار اليوم، كنشكرك زميل جزيل الشكر لسميرة الحدوشي. بارك الله فيك. شكرا لك.